اسرائيل ما كانتش موجوده في برشلونه، ثم وزير نقل يا اخي مشي، وزير الخارجيه مشي من راسه وحده لبرشلونه دون علم الرئيس ودون اوامر الرئيس، كيف تجيب؟ لا هو احنا ما عندناش الازدواجيه دي، انه الرئيس هو رئيس السلطه التنفيذيه، رئيس الجمهوريه هو رئيس السلطه التنفيذيه، وهو الذي يمكنه الدستور من تراس مجالس وزراء ومجالس وزراء المضيقه وما الى ذلك، وهو الذي يامر وهو الذي يوجه ويدير ويشرف ويتابع، مساله ما فيهاش. تقول لي الوزراء ما عندهمش الرفلي السياسي باش ينجموا يتفاعلوا بشكل جيد وحدهم اراديا، ونقول لك هذا موجود. ما ينجمش وزير اليوم يجي وزير النقل او وزير التجهيز او الصحه يغير القانون الصفقات الميل 39 امر ما يعملوش الرئيس امر اسمع الرئيس ما هذا هو مساله فنيه هي مساله ما غيروش وزير النقل الرئيس تغير الدستور فما بالك بتشريع الخاص بالصفقات العموميه هذا هو شفت الرئيس اليوم معناها هو يحب يعمل كل شيء لكن غير قادر ان يعمل كل شيء هذا هو الاشكال احنا في علاقه بالحكومه ككلها حتى وزير الخارجيه تحكي عليه هي وزير الخارجيه اليوم شيء للبرشلونة وحذر في اجتماع فيه الناس اللي حاضرة مع دولة الكيان الصهيوني هاد دولة الكيان ما كانتش موجودة لا كانت موجودة بقطع النظر اليوم الأخبار اللي خرجت برشلونة على إسرائيل انسحبت من هذه القمة حتى نقول لك عليه حتى لا تضع بعض الدول العربية في الحرج ما انسحبتش ما جاتش باش تنسحب ما جاتش هي مستوى التمثيل لدولة الكيان الصهيوني ما حضرش وزير الخارجية حضر مدير عام اما هي حاضره المعلومه هذه متاكد منها اي متاكد منها وبقطع النظر على حضور دوله الكيان الصهيوني في الاجتماع هذا من عدمه حتى ما حضروش حتى في اي مستوى حتى في سيرفيس تونس موجوده في الاتحاد من اجل المتوسط عضو كيفها كيف دوله الكيان الصهيوني الكيان الصهيوني موجوده هو... في كل شيء في هذه حاجه اخرى بالنسبه للاتحاد من اجل المتوسط ومسار برشلونه وجد اساسا سنجيب لادخال دولة كيان صهيوني فيما يسمى بهالوفاق هذايا والجوار وما إلى ذلك الخيمة المتوسطية وجنوب المتوسط وشرق المتوسط وغيره وما إلى ذلك إذن هي منصة تطبيع بالأساس وموجودة باهي اسمعني خلينا نكملك سي نجيب اسمعني العملية وزير الخارجية كيمشي ما نحملوش وزير الخارجية هو اللي يطبع والدولة التونسية لا احنا السؤال المطروح اسمعني وزير الدولة التونسية بالله اسمعني السؤال المطروح اليوم في البلاد اخي عندنا تطبيع ولا ما عندناش في تونس احنا في حركة شعب ولا في كتلة الخط الوطني السيادي يقدم لنا مشروع القانون هل هو وقائي ولا علاجي هل حتى وقائي في بين لا انت قلت على ثم تطبيع ثم تطبيع في دولة تونس دولة تونس مطبعة اللي على رأس الرئيس قيس سعيد تقول ما تحكيش اسمعني لا 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 انا مهمة انا جيتك خاطر تو كاينك فصلها جزر جزيرة وزير خارجية يعني وقائية باش الناس ما يمشوش يطبعوا ها ردوا بالك ما فما قانون باش يطبع راهو يتعاقب لا موجود التطبيع موجود رسميا وشعبيا في البلاد وراهي تونس من ضمن الدول اللي موجود فيها التطبيع بشكل كبير فما معاهدات مصحة بين الدولة التونسية فما معاهدات مصحة إسرائيل شو فما معاهدات مصحة اسمعني معاهدات الاتحاد من أجل المتوسط هي معاهدة مسار برشلونة هو معاهدة الذي جاء وورد في سياق أوسلو والتطبيع مع الكيان الصهيوني وعودة الفلسطينيين غزة ورام الله وما إلى ذلك 95 ومسار برشلونة هو تطبيع وتونس عضو في الاتحاد من أجل المتوسط سيمونس. كيفها كيف دولة الكيان الصهيوني سيمونس مسار برشلونة برشلونة ما تحمضات الدولة التونسية عن الخيرات في مسار برشلونة في 95 وفي باريس في 2008 كي تم إنشاء هذه اتحاد من أجل متوسط تونس مشاركة فيه وأم مضي عليه صح فيه بن يحيى في 95 ثم في 2008 كيف الاتحاد مش متوسط لماذا عضو قارة فيه هي والجزائر وتركيا وموريتانيا وغيره لماذا تحمل المسؤولية لوزير الخارجية هاني جيتك يعني مش ما قلتش وزير الخارجية طبعا لأن وزير اسمعني وزير الخارجية من راسه الرئيس يشد فيه ويعمله ما تمشيش ويقول له لا خليني نحب نمشي مع الكيان الصهيوني في برشلونة قلنا الحديث هذا موجه لتونس مش في شخص وزير الخارجية القيادة السياسية في تونس رئيس الجمهورية وكل الحكومة وكل المنظومة الرسمية في البلاد اليوم كيقول الرئيس راهو التطبيع خيانة عظمى احنا نحب نتوجه للسيد الرئيس راهو البلاد هذه فيها مظاهر سياسية ودبلوماسية واقتصادية وتجارية وثقافية البارح بركة والبارح انتهاك تتبع في السينما وفي المسرح العرض متاع المهرج هذا فرقة المسرح هذه العربي أم الفحم فعالياتهم قرطاج المسرحية ألغوه وهكا ولا البارح شكون فقبيه الشعب الكريم المناضلين نتاع المقاطعه نتاع مقاطعه التطبيع هذو عرب 48
ما نعرفش والله ما نعرفش يمكن 48. المهم هذا مخرج هذايا مخرج ومسرحيه مطبعه. شكون فاق به؟ شكون استدعاها؟ يا اخي انت الاداره العامه نتاع المسرح في وزاره الثقافه اذا كان ما تعرفش السوق نتاع المسرح دونك كارثه، واذا كان تعرف واستدعيتها الكارثه اكبر. نعم. اذا ثم ناس بعقليه بذهنيه قاعده تخدم في البلاد مطبعه، شكون استدعيها باش يحضر في ايام قرطاج المسرحيه؟ ما الدولة ووزارة الثقافة من خلال المديرين العامين وأجهزتها وما إلى ذلك. غلطة ذي كان غلطة بلاستك مش غادي ما تعرفش السوق، كما أن أنت موجود في وزارة التجارة ولا في ديوان التجارة وتمشي تشري سلعة وما تعرفش الكومبوزونت نتاعها جايين منين، من إسرائيل ولا جايين من فرنسا ولا من أمريكا. إذا أنت مطالب أنك موجود رسمي في الدولة أنك تعرف المتهربي، تعرف السوق الثقافي والمسرحي والتجاري والبنكي، وتقول لي سويفت هذا راهو جاء ما جاش من بنكة في تل أبيب راهو جاء من كذا، لازم تكون تعرفها في يلا تفاعل معك.